سواء عن طريق نظم الري الحديث أو عن طريق تبطين الترع وتطهيرها، كلها طرق اتخذتها الدولة لتوعية الفلاحين بأهمية كل نقطة مية. بيسعدنا يكون هذا موضوعنا في استوديو الهواء، ويشرفنا في استوديو الهواء الآن المهندس محمد أنور إبراهيم، مفتش ري العمرية بالإدارة العامة لري النبارية. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. أهلا بحضرتك. ومعنا مهندسة ناريمان أحمد إبراهيم، مهندس ري شمال التحرير بالإدارة العامة لري النبارية. أهلا بحضرتك اهلا معانا. بحضرتك استاذ أهلا. المشاهدين. مدير إحدى جمعيات تنمية المجتمع بالعمرية. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا حبيبي. شرفنا ومنورنا، اهلا بيكم معانا. شكرا لحضرتك. في البدايه عايزين نتكلم على اهميه تبطين الترع للحفاظ على كل نقطه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا الدوله ادت اهتمام وعنايه لمشروع تبطين الترع على مستوى الجمهوريه، طبعا لمواجهه التحديات، طبعا زياده السكان وحضرتك التحديات الخارجيه. وبالفعل احنا كإدارة ري النبارية إحدى إدارات وزارة الموارد المائية والري، كان ليها دور كبير في إن احنا قمنا بتأهيل وتبطين مجموعة من الترع على مستوى الإدارة. طبعا تبطين الترع احنا عارفين إن هو بيساعدنا في توصيل المياه للمزارعين بوقت أسرع، وفي نفس الوقت بنقدر نوفر بعض الكميه من المياه، لان طبعا الترع اللي كانت حصل لها استبحار على مدار سنوات طويله نتيجه اعمال التطهير المستمر بالحفارات والكراكات، طبعا احنا دلوقتي بنرجع الترع لوضعها الاساس الطبيعي للقطاع التصميمي بتاعها. ده بيوفر طبعا جزء من المياه، بالاضافه طبعا لمنع التسريب والبخر، يعني عدة عوامل. طبعا دور التبطين بيبقى ليها دور كبير في توفير حصة المياه في المنطقة. المناطق، أهم المناطق اللي حضرتك يعني بتفتش عليها أو بتقوم بمهام عملك فيها. حضرتك أنا كمفتش ري العمرية، إحنا عندنا في عجالة بسيطة بس أوضح الإدارة، إدارة ري النبارية هي من الإدارات الثقيلة، وطبعا من اسمها بترجع لترعة النبارية. ترعة النبارية طبعا هي أنشئت في نهاية القرن ال19، وسميت على اسم نوبار باشا اللي هو رئيس وزراء مصر الأسبق، وكان أول رئيس وزراء في مصر الحديثة. الترعة النبارية بتاخد من الكيلو 82 من الرياح البحيري اللي بياخد من فرع رشيد، وطولها 100 كيلو متر، بالإضافة إلى جزء للوصلة الملاحية اللي هو طوله 19 كيلو ونص في نهاية الترعة. ترعة النبارية بتخدم إدارتين أساسيتين، إدارة ري النبارية وإدارة ري النصر، بالإضافة إلى جزء من إدارة ري غرب البحيرة اللي هي ترعة التحدي. بتخدم زمام قدره يزيد عن المليون فدان، بالإضافة طبعا لخدمة محطات مياه الشرب، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والملاحة. الإدارة عندنا كإدارة ري نوبارية بتقسم إلى إدارتين فرعيتين بنسميهم إحنا عندنا تفتيش ري. في عندنا تفتيش في بداية الإدارة اسمه تفتيش ري الحجر، والتفتيش اللي أنا بقوم برئاسته اسمه تفتيش ري العمرية. والتفتيش عندي برضه بيقسم بدوره إلى وحدات أقل بتسمى هندسات ري. عندي أربع هندسات ري، في هندسة ري شمال التحرير للمهندسة ناريمان بتقوم برئاستها وإدارة الهندسة فيها، ومعي هندسة ري النهضة، وفي هندسة ري الساحر، وهندسة ري مريوط. مهندسة نيمان، احنا شايفين في الصورة دلوقتي العديد من الإجراءات لتطهير الترع، فعملية التطهير دي بتكون عملية سنوية ولا عملية كل شهر مثلا بتتم؟ هي طبعا أهلا وسهلا بيكم. الأول عملية التطهير دي بتبقى عن طريق عقود سنوية بتطرحها الوزارة. تطهير الترع من أهم الإجراءات اللي بتحصل لتوصيل المياه، فبالتالي الوزارة بتطرح عقود سنوية، العقد ده بيستمر طول السنة، بتطلع فيه حاجة اسمها حشاك، حشة بمعنى إن الترعة يتشال منها الحشائش. طبعا ده بيبقى له أهمية كبيرة في توصيل المياه، أيوة طبعا، لأن دي بتعتبر عوائق لتوصيل المياه.
فبالتالي بتعوق مجرى بتعوق مجرى الميه، وطبعا ده بيهدر الميه. ايوه فطبعا عمليه التطهير دي بتبقى من اهم العمليات اللي بتحصل في الترع لتوصيل الميه لنهايه الترع، زي ما حضرتك شايفه كده ده تطهير في ترعه متبطنه، وكان في كان جايب تطهير لترعه النبريه من شويه، كان في صوره لتطهير ترعه النبريه. بالاضافه عايز حضرتك تضيف ايه؟ صيانه طبعا دي صيانه بوابات، طبعا احنا عندنا من اهم الاعمال اللي بتقوم بيها بتشرف عليها هندسه الري واداره الري. طبعا احنا في عندنا نقطتين علشان طبعا نحكم غلق الترعه اللي هي في دور البطاله، لازم يكون عندي البوابات بتاعتي جاهزه، وطبعا فبنضطر نعمل لها كل فتره اعمال الصيانه الدوريه بتاعتها، وطبعا عشان تبقى سهوله الفتح ده بيتم زيه بالاضافه الى زي ما تفضلت الباشمهندسه اعمال التطهير وعشان سريان الميه. ده برضو بيكون بعقود سنويه، اعمال الصيانه بتتم برضو بعقود سنويه بتطرحها الوزاره كل سنه، بيدخلها المقاولين وبيتم صيانه البوابات بتاعه القفل والفتح بتاعه الترع لحكم الميه عشان نقدر نحكم نقفل ونفتح الميه. وبالحفاظ على كل نقطه. طبعا طبعا, طبعًا. استاذ جمال اسمح لي اسال حضرتك على دور جمعيات تنميه المجتمع في انها توعي الفلاح بالنسبه للحفاظ على كل نقطه ميه، بالنسبه على استخدام اساليب الري الحديثه. تمام فهم. احنا دورنا كجمعيه ان احنا بنتواصل مع الناس ومع شركائنا في العمل الاجتماعي، ان احنا بنتحاور في الحديث فينا احنا كفلاحين ومزرعين في اراضينا، ان احنا بنحافظ على الماء زي الميه زي دورنا، او نحافظ على الترشيد، او في عده طرق. الطريقه ان احنا بنخش بنتكلم هنا لتسويه الارض الزراعيه بنظام الليزر، جهاز الليزر. تسويه الارض بجهاز الليزر ده يا فندم ده بيوفر في الميه، وبترجع تاني توفير ارض في الميه ديت ده بيعود بالنفع على او بيبقى معكوس على الانتاج الزراعي نفسه. لان الارض اللي مش مستويه بتاخد ميه اكتر من اللي هي مستويه. ايوه يعني الناس اللي فدان ارض او فدان نص بتبقى نظام قطع كده. الاماكن لو مش مستويه العدد كميه الميه عدد الامطار اللي بتخش على الارض بتاخد ساعات اطول اذا كان ري بالراحه كده او بنظام مكنه رفع من الترع. الضرر اللي بيقعد فين بقى على الفلاح وصاحب الارض؟ ان الميه الارض مش مستويه وبتعبي ميه في حتت واطيه والحتت العاليه ما بتطولش ميه. يبقى اللي مش هيطولها ميه مش هتشرب ميه، واللي هتعبي ميه مش هيجي هتفوز. بالظبط. ايوه كمان بن المجاري اللي هي الاوني اللي هي بتشتغل دي اصلا بتبقى في اراضي المزارعين. تنظيفها اول باول ده بيعود بالنفع، لان الاونيه الداخليه ديت بتعوق الميه فبتاخد ساعات اطول، سواء بيبان معاها اكتر لما يكون في مكنه رفع الميه من الترعه دي بتعدي ساعات. وبالتالي في مساله ثانيه اللي هي الحفاظ على الميه، هي ما التنقيط نفسه، يعني في ناس بتجتهد وبتخش في عمليه تركيب خراطيم تنقيط دي بتوفر في الميه كتير. والناس اللي جربت مساله التنقيط ديت للي يوم بتوفر عندها الميه او في بيبقى خزانات في الترع الفرعيه صغيره بيبقى انتاجيه الزرع بتبقى اعلى، بتبان في المحاصيل زي الطماطم وزي الخضار اللي بيتزرع عندنا في الصيف. دي مساله من مسائل زي دي. كمان ان في ناس بتجتهد بالجهود الذاتيه، عملوا حاجتين، يا اما الاونيه اللي هي داخله من الترع للاراضي بيبطنوها بنظام الطوب وبيمحروها من جوه عشان تعيش فتره اطول، وفي ناس جابت ايه حتى يعني الاوني ديت بيبقى طولها حوالي 200 متر 250 على حسب ايه مساحه الاراضي، بيغطوها بالمواسير وبيعملوا لها المحابس، وكل الاجراءات دي كلها بتقوم بالجهود الذاتيه من الاهالي المزارعين اصحاب الارض. طب نرجع تاني لحضرتك يا باشمهندس، كلمنا عن نظام الري الحديث، هل شركة نبرية أو إدارة ري النبرية بتستخدم نظام الري الحديث وبتخلي المزارعين يستخدموه أيضا؟ أقول لحضرتك، هو المنطقة عندنا في الأساس كان نظام الري بتاعها مبني على الري بالغمر اللي هو المعتاد، ولكن كانت سبقت بعض التجارب إن في بعض المزارعين أو المستثمرين
قاموا بتحويل نظام الري لاراضيهم طوعيه لري مطور. وبالفعل عندنا في منطقه هندسه ري شمال التحرير في عندنا مساحه توصل لحوالي اكثر من 250 فدان مزروعه بالري المطور. وبرضو بدأ بعض المزارعين لحسهم فعلا زي ما تفضل الأستاذ جمال وقال إن الزراعات مع الري المطور بتدي إنتاجية أفضل وأحسن، وبرضو حرصهم يعني ورؤيتهم إن فعلا إحنا لازم نحافظ على كل قطرة مية. في إحنا تقدم لنا بعض المزارعين بطلبات لتحويل نظام الري لأراضيهم من ري بالغمر الري المطور، وده عندي في منطقة في هندسة ري مريوط. يعني هي المساحات مش كتير بس يمكن تقريبا في حدود اكتر من طلب، وصلوا حوالي 60 فدان. احنا برضو دلوقتي في طبعا التوجه العام ان في ندوات وفي توعيه بتتم دلوقتي عن طريق برضو زملائنا المشاركين في الوزاره من قطاع تطوير الري والتوجيه المائي بالاشتراك مع اداره ري نوبليه. بيتم عقد ندوات مع الجمعيات الزراعيه والمزارعين لتوعيتهم على وتشجيعهم على الانتقال من الري بالغمر للري الحديث، وده يبقى يعني الفتره اللي جايه يعني يتطلب الامر ذلك. وبالفعل يعني في بدا استجابات وبدا المزارعين يعني يستوعبوا الامور دي، وان شاء الله الخطوات الفتره القادمه هتبقى افضل. يعني لان طبعا ده احنا هيتم طبعا توفير كمية مية كتير احنا في أمس الحاجة إليها. لكن فن منظومة الري الحديث علشان استخدامها محتاجة تكلفة شوية، وممكن تكون هذه التكلفة عالية في البداية، لكن بعد كده هتعود بالنفع وهتعود بإننا نحافظ على كل نقطة مية في هذا الموضوع. لكن بالنسبة للتكلفة العالية في بداية استخدام منظومة الري الحديث، هل في مساهمة أو مشاركة أو في بنك زراعي بيمول هذا الموضوع؟ بالظبط، وفي بروتوكول بيتم فعلا ما بين الجمعيات الزراعية والبنك، وطبعا بالتنسيق مع إدارة الري وإدارة الزراعة في المنطقة، إن بيتم إعطاء زي شبه دعم أو يعني لبداية التنفيذ للأعمال، وبيخصم بعد ذلك على المزارعين على مدار سنوات. وفعلا ده فعلا يعني بدأ تم في مناطق في كقروض ميسرة يعني. بالظبط كده فعلا بالظبط، عشان ده شيء لتأثير مهم جدا طبعا لتأثير التنفيذ فده يتعاون طبعا كل الجهات مهتمة به فعلا. يعني باشمهندس كلمينا عن أهمية نظم الري الحديث وأهمية تطويرها وأهمية إننا ننقل لنظام جديد في الري. طبعا الري الحديث زي ما المهندس محمد تفضل وقال، هو بيوفر كميه كبيره من الميه، ودي حاجه احنا في امس الحاجه اليه في الوقت الحالي او في الوقت اللي جاي ان شاء الله. نظم الري الحديث احنا بنحاول نوعي بيها الفلاحين لاقصى درجه عن طريق حضور ندوات بالخصوص ده. طبعا الجمعيات الاهليه مشكوره، هنكلم استاذ جمال في كده دلوقتي، بيقوموا بتنظيم ندوات في الاتجاه ده. بيقوموا بتوعيه الفلاحين برضو ان حتى لو التكلفه زي ما حضرتك بتقولي عاليه، في دعم بيوصل ليهم عن طريق الجمعيه عن طريق البنك الزراعي. فيعني برضو ما بيبقاش التكلفه العاليه اللي هي مش هيقدر عليها الفلاح، لا هو في الاول هيكون في دعم بالنسبه له ولو بمبلغ من الجمعيه من البنك الزراعي، بيبدأ بعد كده فبالنسبه للوفر اللي هو هيوفره في الميه او في الوفر اللي هو هيوفره في انتاجيه المحصول، هو لو حسبها هيلاقي ان هو الكسبان. ففي ناس كتير بدأت تفهم الموضوع ده وبدأت تتجه فعلا للموضوع ده، هم نفسهم بييجوا يقدموا ان هم يعملوا ري مطور. الري المطور ده عباره عن رشاشات بتايمر بتشتغل في وقت معين. أيوة. بتحديد وقت الري او بالزبط. وقت انه يسقي الزرع امتى، على اساس يسقي ساعه الفجر او ساعه الغروب، علشان كده بيكون في وقت ملتزم بيه الفلاح، فبيحافظ على كل نقطه ميه ما يكونش فيه اهدار بقى، وبالتالي انتاجيته كمان بتبقى كويسه. يعني هو لو حسبها بتبقى انتاجيه الفدان بالنسبه له كويسه. فهم حتى اهالينا الفلاحين بداوا يتفهموا الموضوع. يعني بدا عندي ناس هي نفسها بتعمل ري مطور لوحده، بيلجا ان هو يعمل اجراءات الري المطور لوحده من غير يعني ايه يحاول يرجع مثلا لقرض صغير او كلام من ده، او حتى يكلف شويه في الاول، هو نفسه بيلاقي صدى الموضوع ده بعد كده.
طب وده كلام جميل جدا، ده دليل على ان الفلاح المصري بقى عنده طبعا الفكر طبعا والوعي ان هو يحافظ على كل نقطة مية، صحيح وده علشان المحصول وعلشان خاطر كمان كل حاجة تكون متوفرة بإذن الله. أستاذ جمال قول لي، أنت عملت ندوات علشان توعية المواطنين والفلاحين تمام بأهمية تطهير وتبطين السلع الترع واستخدام أدوات الري الحديث؟ تمام يا فندم. كلمنا عن الندوة دي، هل لقت إقبال يعني؟ طبعا الحمد لله الناس عندها وعي ومدرجه في المساله ديت، لان احنا بنتكلم مع ناس من سنين طويله في المساله زي ديت، وان عمليه تطوير الري بيعتمد نفع باكثر من جهه. يعني جهه الري بالتنقيط للمحاصيل الخضر في اثناء الصيف بيدي معكوس نفسه، مش توفير في المياه بس، لا في الاسمده. الاسمده اللي هي الكيماوي، اذا كانت اللوريا ولا النترات. ايوه طبعا. بدل ما بيجي يتحط النترات دي الشكاره، الشكاره حجمها وزنها 50 كيلو، بدل ما يحط اكتر من الشكاره في الخط تكبيش كده في الخط، لا ده بيحط كميات بسيطه جدا بتوفر في الاسمده. صحيح. انا بدل ما اجي احط مثلا خمس شكاير ست شكاير وزن الشكاره 50 كيلو، لا ده ممكن الرايه كلها تاخد نص شكاره، تاخد شكار على حسب حتى المساحات. الاستخدام الامثل والترشيد الامثل للمبيدات او للاسمده ده هيخلي الحفاظ على صحه الناس، ده عامل مهم صحيح. جدا. بالظبط بالظبط. اذا ان السماد اللوريا او النترات هو بيدوب في الميه، بمجرد ان انا بحطه بيدوب شبه السكر كده. وبعدين لما بيجي يحط بقى، مش الميه بقى بالكيماوي بتدوب في الخط في الارض كلها، لا ده بتنزل في الخرطوم التنقيط كده، النقطه بتنزل تحت الجدر بالظبط، يعني بتنزل للاستفاده. وكمان سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تسرف في الماء، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. سبحان الله، الاسراف في الميه مش البني ادم وبس، الانسان لا، ده للزرع نفسه، للانسان والحيوان والنبات. بتتعبوا بتتعبوا. يمكن انا قلت ملحوظه ان الميه الكتير بتضر الزرع. طبعا. ولما يكون في منطقه ما بتطولش بتضر برضه، فالترشيد في الميه هو بيعيد انتاج للمحصول بجوده عاليه. باشمهندس كلمنا عن الاستعداد لموسم الزراعات الشتويه، طبعا كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بألف خير، احنا خلاص هنبدا فصل الخريف صحيح. بكره باذن الله. إن شاء كل الله. سنه وانتم طيبين طيب. فاكيد بتستعدوا للزراعات الشتويه. تمام. وحضرتك طبعا احنا الاستعداد بالنسبه لنا احنا كاداره الري او وزاره الري، احنا بنهتم زي ما حضرتك عرضنا في بعض الصور طبعا موضوع اللي احنا نكون على جاهزيه تامه من تطهير كافة الترع، سواء الترع اللي هي لم يتم تأهيلها أو سواء اللي بيتم أو اللي تم تأهيلها. طبعا آلية التنفيذ هي بتبقى بالحفارات برضه زي ما حضرتك شايفة، بس بيبقى بيختلف اللي احنا في الترع المبطنة بنستعمل الأدوس اللي بيزيل الإطماط بيبقى بفبر عشان بس ما يأثرش على الطباطين. طبعا ديت احنا خطه طبعا ماشيين بيها، ودلوقتي فعلا جاري تنفيذ الارض الواقع في عمليه التطهير، بالاضافه طبعا لصيانه كافه البوابات. طبعا لا قدر الله، طبعا احنا المنطقه طبعا ساحليه، فالفتره ممكن شتويه او لو زياده امطار او حاجه لازم يكون عندنا البوابات طبعا عشان لا قدر الله اي ازدحامات او اي شيء من هذا القبيل نكون على استعداد تام. تصرف ميه المطر. بالظبط كده. تكونوا جاهزين سواء المفيضات او الافمام او كل ما يخص ال يعني. طبعا بالاضافه طبعا احنا كتيم ورك، يعني احنا في المطر ده خير هيوفر لنا في طبعا بقى. ده خير كتير طبعا، يعني خير من عند ربنا الحمد لله. بالظبط. احنا كتيم ورك طبعا وده شيء جميل وطيب. احنا مش على مستوى الاداره بس، يعني احنا كده برضو الجهات المعونه معانا، الزراعه والجهاز الحي والوحدات المحليه، بالاضافه برضو طبعا للاساسا اللي هم المزارعين اهالينا، في تواصل شبه مستمر، ودي حاجه جميله. يمكن حضرتك تعرض برضو في بعض الصور معانا ان كان في لقاءات تمت، احنا بعد نهايه كل موسم بيتم عقد ندوه اللي احنا برضو بنشوف مع بعض مع اهالينا، يعني ايه اللي احنا
حققناه وبنطمح ليه الافضل. طبعا كل تيم الورك بيشتغل كويس عندنا في الاداره، مهندسين، استاف العاملين اللي هم يعتبر ايدينا اليمين في الفتح والقفل والمتابعه، بنقعد معاهم طبعا وبناكد على المرور الدائم والمستمر طبعا، بحيث دايما ان احنا يكون عندنا ما تحصلش نتيجة اي طبيعية. بالظبط حضرتك المكان الري في الاراضي الزراعيه. فاحنا طبعا جاهزين ان شاء الله لفتره موسم الشتاء ان شاء الله. وحضرتك يا باشمهندس استعديتوا في النبارية لموسم الشتاء؟ هو طبعا زي ما حضرتك شايفة وزي ما المهندس محمد قال، احنا اكيد بنبقى لازم تكون الترع متطهرة طبعا لاستقبال اي كميات امطار، لا قدر الله سيول تحصل او كلام من ده، ما يكونش في ضرر بالنسبه لاي ارض زراعيه، ما يكونش في ضرر للاراضي اهالينا الفلاحين اللي قريبه طبعا من الترع او كلام من ده، فبتبقى الترع جاهزه لاستيعاب اي كميات ميه موجوده. طبعا بنعمل التخفيضات اللازمه، ما فيش مناسيب ميه تزيد، دي طبعا بيبقى فيها مجهود برضو بيعتبر زي مجهود فتره اقصى احتياجات، يعني هو فتره الشتاء ما بتختلفش كتير عن فتره الصيف في الشغل. طبعا الحفاظ على عدم زيادة منسوب المية زي الحفاظ على عدم نقصان المية، ما ينفعش المية تزيد على حد وما ينفعش تنقص على حد، يعني في الشتاء ما ينفعش المية الناس يبقى الدنيا بتشتي مثلا والترعة مليانة مية، ما ينفعش يبقى هو مش محتاج للمية والمية موجودة في الترعة وطالعة قدام بيته. وبرضه في الصيف ما ينفعش ما يبقاش لاقي الميه في الحر وزرعه عايز يشرب عايز طبعا يروي، طبعا فبيبقى زي ما حضرتك شفتي كده اهم الاستعدادات ان الترع كلها تكون نظيفه قبل فتره اقل احتياجات زي فتره اقصى احتياجات. ده مهم جدا. طبعا طب من تعاملك مع الفلاحين حضرتك يا باشمهندسه، حسيتي ان الفلاح فعلا متجاوب مع نظم الري الحديث، متجاوب مع كل النصائح اللي انتوا بتدوها له؟ ما انا بقول لحضرتك هو الوضع الناس بقت عندها وعي، الفلاح دلوقتي بقى عنده وعي، هو عارف ان نقطه الميه هو محتاجها. ايوه فبالتالي هو بدأ يتجه ان هو ازاي يحافظ عليه. يعني اغلب الناس دلوقتي بتتجه لنظم الري الحديث من نفسه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ولو حتى ما عندوش ري حديث هو برضو بيحاول ان هو ايه يحافظ على قد ما يقدر على الميه. يعني حتى احنا بنلاحظها في المناوبات عندنا، ان انا لو ناس خلصت تلاقيهم هم بيقولوا احنا خلصنا، عشان هو مش عايز، هو عايز الميه لو مشيت تجيله على طول، مش عايز يعني ايه تفضل المية موجودة عنده وبعدين بعد كده ما يلاقيهاش. بقى في وعي، يعني الفلاح نفسه بقى عنده وعي. طول عمر الفلاح المصري أيوة. ذكي ذكي وواعي. أيوة. فهو مش يعني الوضع ما بقاش زي الاول، بقى في وعي اكتر من الاول بكتير. الحمد لله. الحمد لله. طب استاذ جمال، من خلال الندوات اللي بتقوموا بيها في جمعية المجتمع انكم توعوا الناس وتوعوا الفلاحين، هل بتلاقي اقبال من الفلاحين على حضور الندوات دي وعايزين يسالوا ويتجاوبوا ويسمعوا كلامكم؟ بالظبط كده، ده اكيد. لان الميه دي بالنسبه للارض هي الزراعه. الارض الزراعيه من غير ميه مش هتنتج زراعه. يعني ارض من غير ميه بور. ايوه مفيش انتاج، وبالتالي تلقائيا الفلاح لازم المياه دي ده عامل مهم له. خلاص هي الزراعه، هي ارضه. بيحافظ عليها زي ما ذكرت الباشمهندس زمان، ان عندنا دلوقتي الوعي وصل، هو لما بيخلص بيتجه للبوابه اللي هتخش على الارض وبيقفل بالتدريج. خلاص الدور بيبقى بالتناوب كده على ترعه ترعه كده، من الترعه الفرعيه اللي داخله فين؟ من الترعه الرئيسيه. الخلاص الزمام اللي فاتح فيه الميه خلص، على طول بنقوم بالتبليغ للساده المهندسين، الباشمهندسه خلاص احنا خلصنا. ليه؟ لاسباب ان هو عايز يا خلاص خلصت تمشي وترجع تاني في وقت بسرعه، تلاقي نظام منوبات في ترع هنا وفي ترع هنا. لان بالظبط كده، لان حتى انا بشكر يعني اداره الري والساده المهندسين في التجاوب ومشاركتهم معانا في المناقشات دي. معانا في راينا، الحمد لله، في شغلنا، في كل حاجه. طب الحمد لله. ان المساله زي ديت هم يعني بيبقوا معانا ازاي بقى؟ ان المساله فيه ري في الشتاء بيغيب، انا ما بحتاجش ميه، انا عندي ارض وزرع في الشتاء في الغله او الفول او خلافه، ما بحتاجش ميه كتير. لكن في الصيف خضار
اكثر الزرع اللي بيزرع في منطقه شمال تحت المنطقه دي الطماطم. ب10 ايام وبحتاج الميه، ما اقدرش 12 يوم بحتاج الميه. لكن في زرع انا عندي في الشتاء قعدت اسبوعتي، ممكن اقعد 25 يوم، ممكن اقعد شهر مش محتاج الميه. لكن في الصيف لا، الميه دي بحتاجها بسرعه، لان في الزرع الطماطم ده والخضار عامه في الصيف بيحتاج الماء، فهم ربنا يبارك لهم. خاصه الطماطم دي بيقولوا عليها يعني بيجي وقت كده بتكون مش موجوده، مش عايزه اقول مجنونه يعني، بس بتكون سعرها غالي قوي. ده بيرجع برضو للفصول السنه والزراعات الشتويه والصيفيه. انا هقول لحضرتك يا الطماطم بتبقى سبحان الله عراوي بتبقى منتشره في جمهوريه مصر، يعني في اكتر البلاد بتطلع طماطم رقم واحد منطقه شمال التحرير ومريوط وال10000 في المنطقه بتاعتنا دي. ودي انتاج الطماطم بتاعها بيبقى من شهر 5 6 7 8 خمسة ستة سبعة في الثلاث شهور دول. في الوقت ده سبحان الله ابص الاقي انا في قريته في منطقه شمال التحرير بتاعتي طماطم بتطلع انتاج رهيب سبحان الله وسبحان الخالق. سبحان الله. يعني في الوقت ده لو حضرتك لاحظت ان الطماطم بتبقى رخيصه. أيوه. بتبقى طالعه من المنطقه بتاعتنا. أيوه. في منطقه الشتاء بتيجي بقى من المنيا، من الفيوم، من المناطق دي، المناطق اللي هي ايه دفى، لان زرع الطماطم عايز الجو الدفى مش السقع. احنا نفسنا زي ما هو فرحان كده، احنا بنبقى فرحانين بالمحاصيل يعني. أيوه. الطماطم وهي طالعه او الغله وهي بتضم او الذره او الكلام ده بتبقى موجوده 5 6 7 8 احنا بنفرح شهور الصيف اللي جميله. ايوه بدايه الصيف بالظبط. لكن في ابريل بتكون غاليه. ابريل في الوقت ده يعني قرب شم النسيم كده بتكون غاليه قوي. هي بالظبط يا فندم كده. حضرتك ممكن تقولي شهر 2 وشهر 3. ايوه. الناس عندنا بتبدا زراعه في الطماطم في نص واحد من او 100 يوم كده، 3 شهور وكسور على ما بتيجي تبشر طماطم. على ما بتيجي تجمع يعني. انا بقى لها سنتين المنطقه ديت لها توقيت في الزراعه. ما ينفعش نزرع في اي توقيت تاني. أيوه. الوقت ده لما بتيجي تطلع بتهجم الطماطم سبحان الله بتطلع انتاج غريب. ويمكن هي بقى لها سنتين في الوقت اللي لو حضرتك لاحظت هنا في المنطقه هنا في اسكندريه هتلاقي ان الطماطم ده على مستوى الجمهوريه الوزن تقيل. نوع الحبايه ده بيبقى معكوس، جوده الانتاج معكوس على نوع الميه. ايوه. مش خدمه الاسمده وبس، الميه نفسها لها عامل رئيسي في جوده الانتاج الزراعي. يعني حضرتك تبص تلاقي الطماطم متماسكه وجامده، الميه لها اثر. لما لو ميه جوفيه غير ميه النيل. ميه النيل الخضرا دي بيرجع لها انتاج وفير من الذره. من الطماطم، من الخيار، لاي انتاجات خضار. ما شاء الله حضراتنا الزراعيه جميله. وكان صادراتنا كمان من الزراعات كلها في خلال الموسم اللي فات كانت جميله جدا وغاست كل الدول العالم. صحيح. فده كان صحيح. شيء مفرح بالنسبه لنا. طبعا فرحنا كلنا. الحمد لله. الحمد لله. يمكن كنت عايزه اسال حضرتك عن دور كمان حضرتك مهندس في الري، انك انت تتابع التعدي على الاراضي المملوكه لوزاره الري. هو بفعل حضرتك طبعا احنا معانا طبعا قوانين، القانون الري رقم 147 لسنه 2021، وقانون حمايه المجاري المائيه من التلوث، القانون رقم 48 لسنه 1982. دول طبعا يعتبروا بالنسبه للمهندس رقم واحد اللي احنا لازم نحافظ على المجاري المائيه بتاعتنا. لكن بيحصل تعدي على المجاري. ما ننكرش ان فعلا يعني كان فعلا وفي خلال فترات سابقه كان حصل تعديات زادت. لكن الحمد لله طبعا احنا دلوقتي بدات طبعا موجات للازالات. احنا دلوقتي في الموجه ال20 بيتم ازاله يعني كل المخالفات. طبعا بدانا بالمخالفات البسيطه وبننتقل الى المخالفات المتوسطه، ويعني احنا ماشيين على في كافه النواحي لازاله المخالفات. طبعا المهندس الري بيقوم باتخاذ كافه اجراءات عند حدوث اي مخالفه طبقا للقانون، وبيصدر قرار ازاله وبالتعاون مع الاجهزه الامنيه واجهزه الوحدات المحليه بيتم تنفيذ الازاله. واحنا يمكن عرضنا برضو هنا في بعض الصور اللي احنا فعلا في ازالات تمت خلال الفتره الاخيره ديت لكافه المخالفات اللي على المجاري المائيه ومستمرين. يعني ان شاء الله في المجال ده.
طب ودوركم يا باشمهندس في الإزالة للتعديات على الترع والمصارف وعلى الأراضي المملوكة لوزارة الري؟ دور هندسة الري أول حاجة هي بترصد المخالفة في أولها، وبيتم تحرير محضر ليها زي ما قال الباشمهندس محمد طبقا لقانون الري والصرف رقم 147 لسنة 2021، وبيصدر لها قرار ازاله. وبنطلع فعلا احنا بنطلع مع الاجهزه الامنيه، احنا اللي بنطلع، مهندس الري بيطلع في الازاله، وبتتزال المخالفه في حينها، وبنحاول ان هي تكون يعني ايه زي ما بيقولوا في المهد، يعني قبل ما الدنيا يعني قبل ما تبقى الازاله، تبقى المخالفه دي حاجه بالنسبه له بقت اساسيه يعني خلاص موجوده معاه. فهو احنا دلوقتي الحمد لله في الموجه ال20 الحمد لله، ويمكن كمان الموجه ال21 للازالات اللي هي الاكثر صعوبه، اللي هي زي ما بقول لحضرتك اللي هي بقالها فترة، أو هي مثلا الناس اعتبرتها موجودة. فده طبعا مؤشر للناس إن المجال المائية مش الدنيا يعني مش سايبة فيها، بالعكس ده ليها قوانين. مفيش سكوت على خلق. لا لا طبعا، لا طبعا مفيش سكوت على خلق، ويتم الالتزام بالقانون طبعا طبعا. فهو حتى ده خلى برضو المخالفات بدأت تقل شوية، لأن طبعا هو شيء الناس كلها شايفة إن في موجات إزالات بتحصل، وفي إزالات حقيقية بتحصل. طب إحنا وقتنا قرب على الانتهاء، يا ريت تقولوا لنا كل واحد عايز يقول إيه الرسالة اللي يوجهها للفلاحين عنه. والله أنا سعيد اللي أنا في المنطقة اللي أنا فيها، إحنا الفلاحين وإحنا واحد، يعني في دايما تقارب ما بيننا وبين بعض، وفي تفاهم وفي وعي، واحنا دايما بنحاول يعني لو في توجيه او نسمع مقترحات من اخواننا الفلاحين. طبعا احنا بيبقى دايما يعني، وكان تفضل في الاجتماع الاخير المهندس ابراهيم عبد المنعم وكيل وزاره الري بالاسكندريه، ان هو يعني حدد يوم اسبوعي للقاء المنتفعين، ممثلين عن المنتفعين يعني كرئيس الجمعيه واعضاء من الجمعيه، اللي احنا نجتمع مع بعض عند مكتب سيادته لمناقشه اي شيء جديد او اي مشاكل او اي شيء مطروح يعني. وده شيء طيب يعني، احنا دايما يبقى في تواصل، بالاضافه طبعا احنا وسائل التواصل طبعا على طول، احنا تليفوناتنا مفتوحه 24 ساعه يعني لكل اخواننا. وبنقول طبعا زي ما احنا بنتكلم على ترشيد طبعا مياه الري، احنا بنقول لازم نهتم بموضوع اللي احنا فعلا ننتقل بالكامل لنظام الري الحديث ده، طبعا يعني هيوفر لنا كتير وهيساعدنا كتير في اللي احنا نستمر للافضل باذن الله ان شاء الله. حضرتك يا باشمهندس، طبعا احنا مبسوطين ان احنا في وسط اهالينا، احنا لما بنشتغل ما بنشتغلش ما بنعتبرش نفسنا ان احنا بنشتغل يعني بنشتغل في وزارة الري، احنا بنشتغل مع الفلاحين او عند الفلاحين، دول اهالينا واحنا في خدمتهم في اي وقت. وحضرتك في عندنا يا فندم شركائنا في العمل عدد 2 جمعيات زراعيه، يعني احنا جمعيات اهليه تنميه مجتمع، ومعانا في نفس المكان عدد 2 جمعيات زراعيه اسمها جمعيه ابو سنبل وجمعيه العزه الزراعيه، برضه قايمين معانا في المجال ده بمجهود بدون كسل. والله جدا على رسالتكم وعلى شغلكم الواضح قدام كل الناس، كل الشكر لحضرتك مهندس محمد انور ابراهيم، مهندس ري العمريه، مفتش ري العمريه بالاداره العامه للري بري النوباريه، والمهندسه نريمان احمد ابراهيم مهندسه ري شمال التحرير بالاداره العامه لري النوباريه. اهلا بيكي وشرفتينا، والاستاذ جمال المرسي مدير احدى جمعيات المجتمع بالعمريه، شرفتونا ونورتونا. شكرا لحضرتك ولاسره البرنامج يعني على الاستضافه. مشاهدينا الاعزاء انتهت حلقتنا، وباذن الله نلقاكم على الف خير في مثل هذا الموعد الاسبوع القادم، حتى نلتقي لكم من اسره البرنامج اجمل والف تحيه، شكرا لكم الى اللقاء.
قناة الإسكندرية، قناة مصر الخامسة.